يا اهلا بالفيلموية، معنا ومعاكم النهارده فيلم الرومانسيه الكوري ذا نيم. لكن قبل ما نبدا، لو انت لسه جديد معانا ما تنساش تشترك في القناه وتفعل التنبيهات عشان توصلك فيديوهاتنا اللي جايه. بيبدا فيلمنا براجل عجوز قاعد مع بنت بيقول لها انه عمره ما حب تاني بعد ما مراته ماتت من 40 سنه. وبعد كده بنشوف فلاش باك لحياه الراجل ده. بتظهر قدامنا بنت جميله اسمها سيورايا، فشافت رسام هاوي نايم على الارض بس لوحه جميله جدا، فبتقرر انها تشتريها كلها. ساعتها الشاب ده اللي اسمه شيول وو فرح قوي وراح كاتب لها اكونت الانستجرام بتاعه عشان تبقى تدخل عليه. تاني يوم بنشوف سيورايا وهي قاعده بترسم، بس ما بتقدرش ترسم حاجه كويسه خالص، فكانت متضايقه، فراحت داخله على اكونت الانستجرام بتاع الرسام الهاوي ده وبقت معجبه قوي بكل رسوماته. بعد كده بنشوف شيول وو وهو قاعد مع حبيبته اللي اسمها دويدو. كان باين عليها انها متضايقه بس هو ما كانش مهتم بيها خالص، وقاعد منسجم بقى في رسم اللوحه بتاعته الجديده اللي بالنسبه له اهم لوحه رسمها. بنرجع تاني لرايا اللي كانت قاعده في اوضه الرسم بتاعتها، وبتدخل عليها مامتها وبتعجب جدا بلوح شيول وو. كانت فاكراها لوحه وبتقول لها انها لازم ترسم 20 لوحه عشان تقدر تعمل المعرض بتاعها. تاني يوم بنشوف سيورايا وهي راجعه للجنينه اللي شافت شيول وو فيها، وقررت تشتري لوحه جديده ب$50، بس هو ساعتها ما كانش موجود فسابت له الفلوس وخدت اللوحه ومشيت. رايا وهي راجعه بنشوفها وهي بتقول للسواق بتاعها اللي بتعتبره زي عمها انها تعبانه دلوقتي، وبنعرف انها كانت تعبانه وهي صغيره وعملت عمليه نقل قلب، وكان معاها واحد صاحبها في المرض كانت بتحبه جدا وما قدرش يعمل العمليه لان سيورايا خدت دوره بسبب طبعا نفوذ اهلها، ومن ساعتها وهي مش قادره تنساه خالص. بعد كده بنشوف شيول وو وهو نايم جوه صندوق في الشارع لانه مش قادر يدفع تمن ايجار بيته. كان بيحاول يتصل بحبيبته بس حبيبته كانت منفضاله، اما رايا كانت بتحاول ترسم من جديد بس برضه محاولاتها كلها بتبوء بالفشل. فبترجع للانستجرام بتاع شيول وو وبتعرف انه فقير جدا ومحتاج فلوس. وبنرجع لشيول وو اللي كان خارج هو وصاحبته في بار وقاعد بيشرب كتير جدا، فاستغلت صاحبته دويدو الفرصه انه سكران وراحت خيناه مع صاحبه. لما كان شيول وو خارج من البار كان سكران طينه فوقع في الشارع واغمى عليه. صحي تاني يوم لقى نفسه في بيت غريب ما يعرفوش، اللي بنعرف بعد كده انه بيت رايا. وقتها عرضت عليه رايا $1,000,000 مقابل انه يرسم لها 20 لوحة بس ما يوقعش عليهم باسمه، توقع هي باسمها عشان تعرف تفتح المعرض بتاعها. في الاول شيول وو كان رافض الفكرة تماما، شايف ان ده غش هو مش هيقبل بيه، بس بعد كده حاولت رايا تزود المبلغ وتغريب الفلوس، وبما انه فقير وكحيان قال اه كده يبقى ماشي. تاني يوم بنشوف شيول وو وهو صاحي متأخر والسواق بتاع رايا مبهدله وجره من هدومه عشان يفطر مع رايا. في نفس اليوم بالليل حاول شيول وو انه يهرب من بيت رايا، لكن السواق بتاعها كان واقف له بالمرصاد ومسكه ورجعه على البيت تاني عدل. اما دويدو فبنشوفها وهي رايحة لصاحب شيول وو اللي بتخونه معاه وبتحاول تغريه مرة تانية وتكمل معاه العلاقة، بس صاحبه كان بيتجاهلها تماما وقال لها دي غلطة حصلت وانا سكران، انا راجل قوي ومستحيل اخون صاحبي، وقال لها انها واحدة وحشة بتدور على مصلحتها كل همها انها تصاحب حد مشهور عشان يوصلها للنجومية. بنرجع لرايا اللي بتحاول ترسم بس بتفشل تماما لان موهبتها ضعيفة، وبتروح تبص على شيول وو اللي كان خلص اول لوحة ليه وكانت حلوة جدا، فسألته رايا انت اتعلمت الرسم فين؟ فجاوبها، ولما سألها هي كمان مرضيتش ترد عليه وقالت له مالكش دعوة بحياتي الشخصية. ساعتها شيول وو قال لها ان شخصيتها وحشة جدا وانه مش عاوز يكمل، فبتغري رايا وبتعرض عليه فلوس اكتر بكتير فبيضطر يوافق تاني. بعد كده بنشوف دويدو الرخيصة وهي زعلانة لما صاحب صاحبها رفضها، فقررت ترجع لشيول وو وتركز معاه تاني، بس مش عارفة تلاقيه ولا تكلمه لان رايا كانت واخدة التليفون منه وقفلاه. ولما راحت له دويدو في المكان اللي كان بينام فيه في الشارع برضه ما لقيتوش، وقعدت تعيط وندمت على انها كانت بتخونه وعلى اللي هي عملته. تاني يوم بنشوف رايا وشيول وو وهم بيتخانقوا جامد لما قال لها ان شخصيتها وحشه وانها مستغله، وفجاه رايا بيغمى عليها فبيشيلها شيول وو وبيحاول يروح بيها اي مستشفى، بس وهو في الطريق بيقابل السواق بتاعها بالعربيه بتاعتها وبياخدها السواق وبيوديها على المستشفى، وبيقول لشيول وو ارجع البيت واستنانا هناك.
لما بيكون قاعد في البيت لوحده بيدخل أوضة رايا وبيفضل يقلب في الحاجات اللي فيها، بيشوف الأدوية اللي رايا بتاخدها كل يوم، وبيشوف أجندة مذكراتها، وبيعرف منها إنها بتحاول تبقى رسامة كويسة لكن مش بتعرف، وبيقرأ كمان كلام كانت كاتبة عنه إنها بتقول عليه رسام كويس جدا ويقدر يبقى فنان محترف وغني جدا لو ركز شوية. وهو بيقلب في الأجندة لقى صورة لرايا وهي صغيرة ومعاها واحد كان قدها، والمفاجأة إن الواحد ده هو شولو بنفسه. وبنعرف إن رايا هي البنت اللي خدت مكانه في عملية القلب اللي كان المفروض هو يعملها. في نفس الوقت بنشوف دويدو وهي رايحة القسم عشان تبلغ عن اختفاء شولو اللي بقاله أكتر من 3 أيام مختفي. وبعد ما رايا ما بتخف وبترجع البيت بتفرح جدا لما بتشوف ان شولو قدر يخلص عدد كبير من اللوح وكلها جميلة جدا. وساعتها شولو الرومانسي قال لها انه مستعد يرسم اي لوح عشانها. بنرجع بالزمن اكتر وبنشوف شولو لما كان في المستشفى مع رايا وهم صغيرين، قد ايه كانوا بيلعبوا مع بعض وقريبين من بعض، لكن لما رايا عملت العملية مكانه اختفت تماما من حياته. وفي يوم من الايام كان شولو قاعد بيرسم وجات له رايا وقالت له انها هتعمل معرض باسمه. ده طبعا كلام جديد ومختلف عن الاتفاق اللي هم كانوا متفقين عليه. لما بدا شولو يسال رايا عن صحتها وعن مشكله القلب اللي بتواجهها، لقوا مامه رايا جت قدامهم. وساعتها رايا قالت لمامتها ان شولو هو المساعد بتاعها. ما عداش وقت كتير وشولو خلص كل الرسومات وفرجهم لرايا وكانت منبهره بيهم قوي. وقعدت رايا مع شولو تحكي له مشكلتها في الرسم وهو حاول يساعدها لحد ما رسمت لوحة وقررت تحطها في المعرض. بس حست بخيبة الأمل جدا لما مامتها جت تتفرج على اللوح كلها، فعجبتها اللوح كلها إلا اللوحة اللي هي رسمتها. ساعتها قررت رايا تقول لمامتها ان اللوح دي كلها مش بتاعتها وان شولو هو اللي رسمها. بس مامتها ما اهتمتش لان المعرض كان هو اكتر حاجة تهمها. علشان كده امها راحت لشولو وهددته انه ما يعملش اي حاجة تضر المعرض بتاع بنتها او حتى يفكر انه يفضحها. ساعتها شولو اتكلم معاها وقال لها انت مش فاكراني، انا اللي كنت بتعالج مع رايا زمان بس غيرت اسمي. فافتكرته وقعدوا يتكلموا عن حالة رايا الصحية وقد ايه هي تعبانة دلوقتي ومش مستحملة اي ضغوط. وفي يوم من الايام خرجت رايا مع شولو عشان يجيبوا معدات رسم والوان ناقصه من عندهم. لما رجعوا لقوا البوليس في البيت بيسال عن شولو ومعاهم دويدو حبيبته القديمه. ساعتها شولو راح واخد دويدو وقال لها انه ما بقاش يحبها ولا عاوز يكمل معاها علشان هي خانته، وانه دلوقتي بيحب واحده تانيه احسن منها بمليون مره. وبعد كده بنشوف قد ايه علاقة رايا وشولو بتتطور وبدأوا يبينوا حبهم لبعض، لحد ما جه يوم المعرض اللي المفروض ان شولو كان هيروحه، وكانت رايا جايبة له بدلة حلوة يروح بها المعرض، بس السواق بتاعها مرضاش يوديه واداله الفلوس وسابه ومشي. في نفس الوقت حاولت دويدو انها تهدد ام رايا وتقول لها انها هتقول للناس كلها ان اللوح اللي في المعرض دي كلها بتاعت شيول ومش بتاعت رايا، بس ام رايا ما اهتمتش بكلامها. في المعرض كانت بطلتنا رايا مستنية شيول وو عشان يجي، بس شيول وو مجاش وجه الوقت اللي المفروض تقول فيه كلمة للناس اللي جاية المعرض. ساعتها رايا قررت انها تقول لكل الناس ان اللوحات دي بتاعت شيول وو مش بتاعتها. امها اتضايقت قوي، بس قبل ما تشوف رد فعل الناس وقعت مغمى عليها وراحت المستشفى. تاني يوم بيعرف شيولو من صاحبه ان الصحافة وكل الدنيا بتتكلم عنه وانه بقى ترند في كل صفحات النت. ولما بيفتح شيولو النت بيعرف ان رايا في المستشفى، فبيجري يروح لها المستشفى، وهناك بيعرف انها لسه عيانة جامد وحالتها الصحية سيئة جدا، فبيقرر يروح يرسم بورتريه ليها ويحطه في معرض كبير ويعلن عنه في صفحات النت كلها. فعلا المعرض بيشتهر وبينجح جدا، وبعد شوية وقت بيشوف شولو رايا وهي جايله المعرض ومبسوطة جدا من اللوحة بتاعتها. وقتها شولو بيعترف لها بحبه وبيعرض عليها الجواز، وطبعا بتوافق وبيتجوزوا. لكن رايا بتعترف له انها تعبانة جدا وممكن تموت في اي لحظة وانها نفسها تعيش اطول وقت ممكن معاه. وفي يوم من الايام بيقرر شولو انه يعترف لرايا انه هو اللي كان الولد اللي بتحبه زمان اللي كان تعبان معاها في المستشفى. وبنعرف انه رغم انها خدت دوره في العملية الا ان ابوه ساعتها توفى في حادثة فخد قلبه وعمل العملية ونجحت. بتعدي الايام وحالة رايا بتسوء قوي وبتبقى تعبانة جدا، وبتطلب من شولو انه يوديها للجبل علشان تغير جو. بعد كده بنرجع تاني للمشهد الاول اللي بدأ به الفيلم، بنعرف ان الراجل العجوز ده هو شولو وكان بيحكي عن رايا وقال انها كانت اهم حد في حياته وان ليها الفضل في كل النجاح اللي هو وصله.
وبيخلص الفيلم لما بنشوف شيول وو وهو بيكتشف ان رايا كانت رسماله صورة من بعيد وكانت عارفة كل ده، ان هو حبيب طفولتها اللي كان معاها في المستشفى، وانها عملت كل ده عشان تقرب منه وترجع حبهم لبعض وتساعده في فقره. وبكده بيكون فيلمنا خلص. في النهاية لو عجبك فيلم النهاردة ما تنساش تشترك في القناة وتفعل التنبيهات عشان لسه عندنا ملخصات نارية. أشوفكم الحلقة الجاية. سلام.